بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل دروسنا في هذا الظرف الاستثنائي ونقول ابتداء: من كان مريضا شفاه الله، ومن كان سليما عفاه الله، فنسأل الله العفو والعافية. ونواصل مع المقطع الرابع شعوب العالم، ومع ميدان إنتاج المكتوب، ومع محتوى معرفي جديد، ونحاول اليوم أن نكتب نصا متعدد الأنماط. في البداية دعونا نستحضر الأنماط التي مرت معكم من السنة الأولى إلى عامكم هذا، وهي كالآتي: أولا النمط السردي، ثانيا النمط الوصفي، ثالثا النمط الحواري، رابعا النمط التفسيري، خامسا النمط التوجيهي أو الإعازي كما يسميه البعض، سادسا النمط الحجاجي أو البرهاني كما يسميه البعض أيضا، وأخيرا النمط الإخباري. ونحاول الآن أن نذكر أهم المؤشرات التي تميز كل نمط، فثمة مؤشرات نجدها في نمط أكثر من الأنماط الأخرى، وثمة مؤشرات مشتركة بين جميع الأنماط. ونبدأ بالنمط السردي، فمن مؤشراته ذكر الحدث والزمان والمكان والشخوص وغلبة ضمير المتكلم أو الغائب وكثرة الأفعال الماضية. أما النمط الوصفي فمن مؤشراته كثرة النعوت والصفات إلى جانب الصور البيانية وكثرة الجمل الفعلية والجمل الإنشائية. النمط الحواري من مؤشراته الجمل القصيرة، ضمائر المتكلم والمخاطب، الجمل الإنشائية، والعودة إلى بداية السطر. أما النمط التفسيري فمن مؤشراته كثرة الأفعال المضارعة والشروحات والتوضيحات. النمط التوجيهي من مؤشراته الإرشادات والتوجيهات والأساليب الطلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والنداء. النمط الحجاجي ومن مؤشراته الاستدلال المنطقي وربط السبب بالنتيجة. وأخيرا النمط الإخباري فمن مؤشراته كثرة الأفعال الماضية والجمل الخبر. غير أنه ثمة ملاحظات يحسن بنا أن نذكرها الآن. أولا، لا يمكن أن يكون للنص الواحد نمط واحد، بل نجد فيه أكثر من نمط، أحدها هو الغالب، هو النمط الغالب، والباقي أنماط خادمة ومساعدة له. الملاحظة الثانية، وهي لكل فن أدبي نمط يناسب موضوعه ويكون هو الغالب عليه إلى جانب أنماط أخرى تساعد. فالقصة مثلا يناسبها السرد وهو النمط الغالب عليها، لكنه يحتاج إلى أنماط أخرى تخدمه كالوصف والحوار مثلا. والمسرحيات يناسبها الحوار وهو النمط الغالب عليها، لكنه يحتاج إلى أنماط أخرى أيضا تخدمه وتساعده. والخطب يناسبها التوجيه وهو الغالب عليها أيضا، لكنه يحتاج إلى أنماط أخرى تساعده كالتفسير مثلا. نقل المشاهد والمشاعر ووصف الأمكنة والأشياء يناسبها الوصف وهو الغالب عليها إلى جانب أنماط أخرى كذلك تخدمه وتساعده. أما شرح الأفكار وبسطها فيناسبه التفسير، أما الدفاع عنها أو إبطالها فيناسبه الحجاج وهكذا. والآن دعونا نقترح وضعية إدماجية لنعالجها، وهي من خارج المقطع لكنها من موضوع الساعة. السياق: أصبت بنزلة برد من الأيام الماضية فقررت زيارة الطبيب. التعليم الآن: اكتب نصا لا يقل عن 16 سطرا
تتحدث فيه عن زيارتك لطبيبي موظفا السرد والحوار والتفسير والتوجيه. ولمعالجة هذه الوضعية نضع تصميما للموضوع. أولا عندنا المقدمة، ثم العرض، ثم الخاتم، ونحدد ماذا نقول في المقدمة، وماذا نقول في العرض، وماذا نقول في الخاتمة. فالأفكار المناسبة للمقدمة هي: أحدد الحدث والزمان والمكان، والأفكار المناسبة للعرض هي تفاصيل زيارتي للطبيب، والفكرة المناسبة للخاتمة هي أن أحدد شعوري في النهاية. المقدمة تسجل الأفكار الآتية: العطلة الماضية أصبت بنزلة برد، ارتفعت حرارتي، ذهبت إلى الطبيب قبل أن تسوء حالتي. أما في العرض فأتحدث عن غرفة الانتظار، وأتحدث عن معاناة بعض المرضى، وأتحدث عن دخولي عند الطبيب والحوار الذي دار بيني وبينه، وعن الوصفة التي قدمها لي الطبيب، ثم خرجت من عنده، ثم عرجت على الصيدلي وقدمت له الوصفة وصرف لي الدواء وشرح لي كيفية تناوله. ننتقل الآن إلى الخاتمة، فأتحدث عن إحساسي بالراحة مساء، وأنني تذكرت أصحاب الأمراض المزمنة وأحسست بمعاناتهم. هذه بعض الأفكار التي نقترحها، ولك أن تزيد عليها ما شئت، ثم بعد ذلك تثريها وتصوغها في فقرات مترابط. ونعود إلى المقدمة ونبدأ بتحليلها كأن تكون كالآتي: أصبت بنزلة برد الأسبوع الماضي، ومع المساء ارتفعت درجة حرارتي، تناولت بعض المسكنات وحاولت أن أنام فلم أستطع، وفي الصباح توجهت إلى طبيب أعرفه قبل أن تسوء حالتي أكثر. أما العرض فبإثراء الأفكار التي اقترحناها يكون كالآتي: قرأت جرس الباب ففتحت لي مساعدة الطبيب واستقبلتني بترحاب وسجلت اسمي على قائمة المنتظرين أدوارهم، ثم وجهتني إلى قاعة الانتظار الخاصة بالرجال فسلمت على الحاضرين وجلست. كانت غرفة ضيقة تتوسطها طاولة صغيرة تكدست فوقها جرائد ومجلات طبية قديمة، الكل يبدو عليه التعب والمرض، بعضهم يقلب أوراق جريدة قديمة من الجرائد التي على الطاولة ليدفع بها السأم، وبعضهم كان يعبث بهاتفه، وآخر كان ممسكا بمسبحته يحرك حباتها ببطء، وآخر كان جالسا في زاوية الغرفة أسند ظهره إلى الجدار كأنما يحاول أن ينام، وقريبه يسأله من حين إلى آخر فيجيبه بتحريك رأسه. الوقت يمر بطيئا كأن الزمن قد توقف، وقد خيم على الغرفة سكون يقطعه من حين لآخر صرير الباب عندما يفتح، أو الممرضة عندما تنادي على من جاء دوره. وأخيرا جاء دوري ودخلت عند الطبيب: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل اجلس، ماذا بك؟ أشعر بتعب في كامل جسمي بسبب الحمى. منذ متى وأنت على هذه الحال؟ منذ البارحة. هل تناولت دواء؟ نعم، تناولت مسكنا لكن دون فائدة. لا تقلق، ارتفاع حرارة الجسم ينجم عادة عن مقاومة الجسم لعدوى أو مرض معين داخله، ففي هذه الحالة يرفع الجسم درجة حرارته ليقلل من نشاط الفيروسات وليحد من فرصة نجاتها، وساعتها تحتاج إلى أكثر من دواء. دعني أفحصك الآن. استلقيت على السرير
وفحصني الطبيب بعناية ثم قال: الحمد لله، حالتك ليست بالخطيرة فلا داعي للقلق، تناول هذه الأدوية بنظام وستشعر بتحسن. شكرا لك وبارك الله فيك، طمأنتني. خرجت من عند الطبيب وسددت للممرضة أجرة الفحص وتوجهت إلى البيت. ولما وصلت إلى الحي عرجت على الصيدلي وانتظرت دوري ثم سلمت له الوصفة. قرأ الصيدلي الوصفة باهتمام ثم أخذ يتنقل بين رفوف الأدوية ليحضر الأدوية المطلوبة. فلما فرغ من ذلك قال لي: تناول هذا الدواء كل صباح على معدة فارغة، وتناول من هذا الدواء حبة صباحا وأخرى مساء قبل الأكل. أما هذا الدواء فتناوله مساء فقط، واحذر أن تقود السيارة بعد تناوله لأنه يسبب النعاس. وأخيرا هذا مسكن للحمى، تناوله 3 مرات في اليوم إلى أن تشعر بتحسن. ولا تنس كمامتك، ولا تسمح للآخرين بالاقتراب منك كثيرا، ولا تشارك الآخرين أشياءك حتى تشفى، لأن الزكام ينتقل بالعدوى. قلت له: شكرا لك وبارك الله فيك، وسددت له الوصفة. الآن ننتقل إلى الخاتمة، فنقترح أن تكون كالآتي: أسرعت إلى البيت وتناولت الدواء ثم نمت قليلا، وفي المساء شعرت بتحسن كبير. قلت في نفسي: لقد عشت المرض يوما وليلة ورأيت ما رأيت، فكيف هم الذين يعانون الأمراض المزمنة والأمراض التي لا علاج لها؟ كان الله في عون. الآن وقد فرغنا من كتابة النص المطلوب، نتأكد من أننا قد وظفنا الأنماط التي جاءت في التعليم، ونحاول أن نميز كل نمط بلون مختلف. في البداية أصبت بنزلة برد الأسبوع الماضي، ومع المساء ارتفعت درجة حرارتي، تناولت بعض المسكنات وحاولت أن أنام فلم أستطع، وفي الصباح توجهت إلى طبيب أعرفه قبل أن تسوء حالتي أكثر. قرعت جرس الباب ففتحت لي مساعدة الطبيب واستقبلتني بترحاب وسجلت اسمي على قائمة المنتظرين أدوارهم، ثم وجهتني إلى قاعة الانتظار الخاصة بالرجال فسلمت على الحاضرين وجلست. في هذه الفقرة وظفنا النمط السردي، فعندنا الحدث وعندنا الزمان وعندنا المكان. كانت غرفة ضيقة تتوسطها طاولة صغيرة تكدست فوقها جرائد ومجلات طبية قديمة، الكل يبدو عليه التعب والمرض، بعضهم يقلب أوراق جريدة قديمة من الجرائد التي على الطاولة ليدفع بها السأم، وبعضهم كان يعبث بهاتفه، وآخر كان ممسكا بمسبحته يحرك حباتها ببطء، وآخر كان جالسا في زاوية الغرفة أسند ظهره إلى الجدار كأنما يحاول أن ينام، وقريبه يسأله من حين إلى آخر فيجيبه بتحريك رأسه. الوقت يمر بطيئا كأن الزمن قد توقف، وقد خيم على الغرفة سكون يقطعه من حين لآخر صرير الباب الوقت يمر بطيئا كأن الزمن قد توقف وقد خيم على الغرفة سكون يقطعه من حين لآخر صرير الباب عندما يفتح، أو الممرضة عندما تنادي على من جاء دوره. وأخيرا جاء دوري ودخلت عند طبيب. في هذه الفقرة قد وظفنا الصفات والنعوت وضمير الغائب. الفقرة التي تليها: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل اجلس، ماذا بك؟ أشعر بتعب في كامل جسمي بسبب الحمى. منذ متى وأنت على هذه الحال؟ منذ البارحة. هل تناولت دواء؟ نعم، تناولت مسكنا لكن دون فائدة. في هذه الفقرة وظفنا النمط الحواري، وقد وظفنا الجمل الطلبية منها والأساليب الإنشائية منها الأمر والاستفهام.
الفقرة التي بعدها: لا تقلق، ارتفاع حرارة الجسم ينجم عادة عن مقاومة الجسم لعدوى أو مرض معين داخله، ففي هذه الحالة يرفع الجسم درجة حرارته ليقلل من نشاط الفيروسات وليحد من فرصة نجاتها، وساعتها تحتاج إلى أكثر من دواء. في هذه الفقرة وضفنا النمط التفسيري، فقد شرحنا لماذا ترتفع حرارة الجسم. وهنا عدنا إلى النمط السردي، ثم بعد ذلك النمط الحواري، ثم عدنا مجددا إلى النمط السردي. وفي هذه الفقرة: تناول هذا الدواء كل صباح على معدة فارغة، وتناول من هذا الدواء حبة صباحا وأخرى مساء قبل الأكل. أما هذا الدواء فتناوله مساء فقط، واحذر أن تقود السيارة بعد تناوله لأنه يسبب النعاس. وأخيرا هذا مسكن للحمى، تناوله 3 مرات في اليوم إلى أن تشعر بتحسن، ولا تنس كمامتك، ولا تسمح للآخرين بالاقتراب منك كثيرا، ولا تشارك الآخرين أشياءك حتى تشفى، لأن الزكام ينتقل بالعدوى. وهنا وظفنا النمط التوجيهي لأنه الأنسب، فالصيدلي قدم لي توجيهات بشأن تناول الدواء، ثم قدم لي نصائح ألتزمها حتى لا أصيب الآخرين بالعدوى. وفي الأخير عدنا مجددا إلى النمط السردي في الخاتمة، وبه أنهينا موضوعنا. ويمكننا أن نقترح له عنوانا كأن نقول عند طبق. وبنظرة سريعة نستطيع أن نرى الأنماط التي وظفناها في هذا الموضوع، ونستطيع أن نرى بوضوح أن النمط الغالب عليها هو السرد. وأن السرد احتاج إلى أنماط خادمة له ومساعدة، منها الوصف والحوار والتفسير والتوجيه. وهكذا يمكنك أن توظف عدة أنماط في نص واحد، ووفقكم الله.